يقول السائل: يقام العزاء في بلدنا في المساجد، وقررنا تجنيبا للمسجد من الكلام البذيء وأكل الطعام في فنائه أن نقيم سبلة للعزاء خارج المسجد، ما رأي الشرع في ذلك؟ لا تقيموا مكانا للعزاء، العزاء ليس له مكان، وهذه عادات يجب أن تترك. العزاء أمره سهل، ما يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى تكاليف. إذا لقيت أخاك المصاب في المسجد أو في الدكان أو في السوق أو في المتجر أو في الدوائر الوظيفية تعزيه، تقول: أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك. ولا يكلف هذا شيئا، لا يأخذ وقتا ولا يحتاج إلى مكان ولا يحتاج إلى طعام ونفقات وتكاليف. الواجب أن تطرح هذه العوائد كلها. نعم.